السلام عليكم. الأسئلة بتوصلني كثير، والسؤال اللي بيكون متكرر بحاول أجاوب عليه فيديو. أنا أو غيري اللي عايشين في أمريكا أو بالغرب، خلينا نقول، بس خلينا بالذات أمريكا، بعطيك من اللي أنا بعرفه، واللي بيحب يزيد يزيد، واللي بيحب يصحح يصحح. السؤال متداول أكثر إشي، أخ حكيم، أنا بقدر أجي على أمريكا وأشتغل 4-5 سنين أحوش مصاري وأرجع على بلادي. في سؤال أنا بسأله للشخص نفسه، شو ظروفك؟ إيش سببك للسفر؟ هل هو اقتصادي؟ هل هو سياسي؟ هل هو اجتماعي؟ بس الظاهر من هذا السؤال إنه مسألة بده يجمع فلوس. خليني أعطيك رأيي بصراحة يا جماعة الخير. السبب الوحيد لما يكون عندك سبب اقتصادي وبدك تيجي مثلا مادي، خلينا نقول بدك تيجي تجمع فلوس وتشتغل، طب اسأل سؤال، السؤال الأهم من هذا، هل بقدر أشتغل في هاي البلد؟ أنت بتقدر تشتغل، ولكن هل بصح لي قانونيا أني أشتغل في هاي البلد؟ ما هذا السؤال بيطرح نفسه. غالبا الفيزا راح تأخذه هو مش صالحة للعمل. إذا طح لك هجرة إشي ثاني تقدر تروح تشتغل. هسا بنحكي بهذا الشغل على السريع، راح أحاول أمر على النقط بسريع. لنفرض ان انت طلع لك هجره مثلا، في شيء اسمه طلب هجره، واحد مقدم لك لوتو، مقدم على قريب لك، طلع لك، المهم قول طلعت جرين كارد، طلعت اقامه في هاي البلد، هذيك الساعه انت قانوني تشتغل فيها، ولكن في عوامل ثانيه بدك تدور عليها. هل لغتك قويه؟ هل معرفتك بالناس قويه؟ هل انت جريء تتعلم شغلات جديده راح تندعك في المجتمع؟ لنفرض انك اشتغلت، شو راح تشتغل؟ ما راح يكون انت جاي عشان تحسن من وضعك الاجتماعي المادي، معناته ما معك مبلغ تستثمره، معناته جاي تشتغل بالساعة أو بالمعاش الأسبوعي، خلينا نقول راتب، ولكن بالساعة شو بدك تاخذ؟ 10 دولارات؟ راح يعطوك بس 40 ساعة بالأسبوع، 10 × 4 = 40، ها 400 دولار، بدك تشيل منهم ضرائب. احنا بنحكي قانوني هسا، انسى الموضوع الثاني، هذا غير قانوني تشتغل. من 400 بدك تشيل لك كمان ما يقارب الثلث تقريبا، الله أعلم، خلينا نقول 350 يا أخي عملت لحالك، هاي 350 4 أسابيع بالأسبوع، أنا بعمل لك إياها على السريع على السريع، ماشي؟ خلينا نقول عملت لك 1500 دولار بالشهر، تحسبهاش بالدينار ولا بالدرهم ولا كم بالريال، كم بتقارن، لا تقارن، معك 1500 دولار، هذول 1500 دولار ما راح يكفوك تعيش، بدك أجار بيت من 600 لـ1000، تحر تشتغل تسكن بخش صغيرة 500-600 دولار 700 دولار، هذا إذا لقيت، فهمت علي؟ بدك مصروف كهرباء وتليفون وسيارة أو مواصلات، فكر فيها هاي الشغلة. هذا إذا أنت كنت إيش؟ هذا إذا أنت كنت عزابي، هل محكيش معك دك عيلي؟ 1500 دولار ما بيخلوا لك إشي بالمرة توفر منهم، لنفرض حتوفر لك 100-200 دولار بالشهر، هذا إذا شديت الحزام على الآخر، 100-200 دولار بالشهر كم بالسنة؟ 1000-1200 بالسنة. طيب بدك تحسب حساب شغلات ثانية تطلع لك غير الكهرباء والمي ومصروف الأكل، هسا وقت الإسعاف بهمش تحملوني. لنفرض بدك تروح تصلح سيارتك، إذا عندك سيارة، لنفرض لا سمح الله مرضت، بدك تروح تجيب شغلة ضرورية، ما هي لحالها راح تكلفك مبلغ وقدره، معناته ما جمعت. إذا عندك عيلة انسى، بدك 2-3 يشتغلوا يعملوا لهم 2000 دولار كل واحد مشان تعيش مظبوط صح وتسكر خوازيقك عدم المؤاخذة. هاي بحالة إذا أنتوا معاكم أوراق جايين هجرة، ولكن غالبا اللي بيدهم يجي هم بيجي فيزا سياحة أو فيزا دراسة، ما عندك أوراق، ما عندك أي احنا بنقول جرين كارد أو تصريح عمل، فيش هون تروح تقدم طلب تصريح عمل، والله خليني أقدم هالطلب أطلع تصريح عمل، حدا بيكفلني، ما في شيء اسمه زيارة، كرت زيارة، ما في حدا بيسوي لك دعوة، ما في حدا بيعمل لك كرت عمل، ما في عقد شغل، عقد عمل، مين أنت يجيبوك من آخر الدين تشتغل هون؟ في ملايين الناس برضو قاعدين هم بدون شغل. خليني أكون صريح معكم، مش إني قاعد بكون متفلسف ولا قاعد بكون كلامي جارح، كلامي واضح وصريح. بدك تيجي تشتغل هون ومعكيش وراك كيف؟ لنفرض إني أجيت وقعدت وخالفت، واحد بيقول لي هذا المؤاخذ، يعني بدي أذكر مش حاثر اسمه، أنا معي فيزا 5 سنين، يعني بقدر أقعد 5 سنين أشتغل؟ لا، معك فيزا 5 سنين سياحة تدخل وتطلع، 3 أشهر بس تقعد، إذا مددتها كمان 3 أشهر وبس، بعد 6 أشهر هذا إذا طلع لك تمديد بدك تطلع برا البلد، ترجع بلادك تقعد لك فترة وبعدين ترجع عادي، ما عنده مشكلة، ما تخالف. بس انت اذا بدك تقعد وتخالف، انت اصلا مخالف انك تشتغل حتى لو معك فيزا سياحه او معك فيزا دراسه، الدراسه بمدتها اطول، ولكن مستحيل تشتغل هنا الا شغل خفيف بالجامعه، شغلوك بشغله بالجامعه اللي تطلع مصروف جيبتك، ما فيش مصروف الجسم، بتطلع مصروف فواتيرك.
طب انت ما عندك اوراق تشتغل، مع مين تشتغل؟ بدك تشتغل عند المؤاخذ عند فلان وعلان اللي راضي شغلك عنده، ماخذ مغامره ويحملك جميله انك انت بتشتغل عنده. ما راح تاخذ 10 دولارات بالساعه، راح يشغلك 60 70 ساعه بالاسبوع، وهذا طبعا غير قانوني. الحد الاعلى هون 40، بعد ال 40 اوفر تايم بيعتبر، ما في بيدفعوا لك اوفر تايم طالما انت مخالف. رحت تاخذ في 300 دولار نضربها القرد، 400 دولار نضربها القرد بالاسبوع وشغلك، ما راح يشيل منك ضرائب، من بيدفع لك كاش. احسبها يا سيدي 1600 بتعمل بالشهر، بدك تسكن مع 3 4 5 شباب مشان تدفع بس بالشهر 300 400 دولار، وتحاول مفواتير السياره والاكل والمواصلات او شو ما يكون توصل لك 1000 كله مع بعض 1000 1200، وفرت لك 200 300 دولار. وغالبا الشباب بدهم يجوا يساعدوا اهلهم، ابعت لك هاد 200 300 دولار، انت بس جاي تسكر خوازيق. اذا انت جاي بس ما عندك امل تعيش هناك، طلع لك هالفيزا وبدك تيجي تشتغل فيها، ورغم انك غير قانوني تشتغل، مش معناته انك انت راح تلاقي شغل بسرعه. احسب حساب معاك فلوس فتره طويله تسني. اسف على المقاطعه، ناس قاطعوني. انت ما معك اوراق، راح يشغلك فلان وعلان عنده، هو محتاج شغيله يدفع لهم اقل قدر ممكن. هذا اذا لقيت شغل، هذا اذا مش مضمون الشغل يا جماعه الخير، ممكن ما ترضى فيها الشغله هاي اصلا. وبعدين احسب حساب يكون معك دعم مادي لفتره طويله، لانك ما راح تلاقي شغل فتره طويله. رجاء حطوا هاي الفكره براسكم، هل تستاهل اني اترك بلدي وشغلي وعالمي؟ اذا ما عندك شغل ماشي، بدك تيجي تشتغل، بدك تعيش، بدك تدبر حالك. انا عارف انا بحكي في ظروف معينه، في ظروف كثير ناس عندهم بقول لك لازم اطلع خلص انخنقنا وزهقنا. انا فاهم وتفهم العيش، بس بدك تفهم شغلي، مش بهاي السهوله هون، مش بهاي السهوله. يا ريت تكون بهاي السهوله. مين احسن اخ حكيم؟ مين اسهل طريقه؟ شو في شغل؟ شو في احسن او اسهل او ارخص مدينه؟ شو هي احسن مكان؟ لو في شيء اسمه احسن وارخص كان كل الناس عرفت عنه اجت له، كان كل الناس اجت هون وظلت فيه 24 ساعه، كان كل البلاد العربيه هون اللي بيطلع بدور على شغل بيجي على هون. فكروا فيها، وخاصه اللي بيقول لي انا عندي شغلي وعندي مصلحتي وبدي اصفي واجي. ليش تصفي وتيجي؟ والله الوضع البلد بطل يطمن يا اخي. خليك هسه ايد بالعصفور، عصفور بالايد، ولا ايد بالعصفور، عصفور بالايد ولا عشر بالشجره. خليك ما متمسك في اللي عندك لا سمح الله. واذا انت عندك مبلغ ومحوش ومدخر مبلغ ما، خليه عندك يا سيدي، لما يصير وقت الواقع بتطلع، لما يصير الامر بتطلع. ولكن لا تبيع شو كل شيء قدامك وراك على هوس امريكا. يا جماعه تعال زور البلد، ما عندي مشكله، تعال زوره. انا بنصح اي واحد بقول لك ما انا بصراحه مبلغ على قدي، طب تعال بس في مغامره. لا انا لا حكيم ولا علي ولا خالد ولا مين ما يكون، ولا حتى مين ما يكون يعطيك نصيحه راح تكون 100% صح، قد نكون مخطئين. نحكي لك احنا، بعدين كل انسان بيحكي لك ظروفه هو اللي مر فيها، من معرفته من ظروفه هو. طب هاي البلد حلوه منيحه؟ انا بالله شايفها منيحه، بس يمكن ما تعجبك. انا شايفها رخيصه، بس انت كنت تشوفها ما مش رخيصه. في مغامره، مغامره كبيره لما تسافر وتطلع من بلدك. اذا معك امكانيه تروح تجرب وتزورها تاخذ فكره ماشي، ولكن برضه راح تخطئ. كلنا مرينا باخطاء، كلنا تعلمنا. ارجو ان اكون غطيت كل النقاط اللي انا ذكرتها هسه، واذا حدا عنده سؤال حطوها بالتعليقات وحدا يجاوب عليها، انا بحاول اجاوب قدر المستطاع. تحياتي، السلام عليكم.